أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين سيفتتحان مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في 29 من يونيو الجاري بالقاهرة. أضافت سفارة الاتحاد الأوروبي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن المؤتمر والذي تستمر أعماله على مدار يومين سيركز على الإصلاحات التي قامت بها مصر والتحول الأخضر وقدرة مصر على الصمود في مواجهة التحديات العالمية. وجه وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بأهمية زيادة تأمين الأرصدة وإمدادات المنتجات البترولية على كافة المحاور والطرق الحيوية والمناطق الجغرافية وتكثيف عمليات المرور على المستودعات والمحطات وخطوط الأنابيب على مدار فترة أجازة عيد الأضحى وما بعدها. جاء ذلك خلال تفقد الوزير لسير العمل بغرفتي التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول. وأكد الملا على أن بناء نظام مراقبة وتحكم آلي خطوة تطويرية مهمة تضيف لصناعة البترول المصرية وللكوادر العاملة بها والتي اكتسبت خبرات مهمة من خلال معاصرتها لعمليات التطوير. في سوق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين نحو البيع. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ربح 23 مليار جنيه ليصل الإجمالي إلى مستوى 1.793 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجيك 30 بما نسبته 1.9% ليسجل ما قيمته ويصل إلى 26417 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بما نسبته 1.4% ليصل إلى مستوى 5929 نقطة. كذلك شملت الارتفاعات مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.19% ليصل ويحقق ما قيمته 8555 نقطة. في أسواق البترول العالمية حققت أسعار النفط انخفاضات طفيفة في تعاملات متقلبة بسبب ضغوط زيادة المعروض الأمريكي من الخام والوقود، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 29% لتصل إلى 82 دولار و84 سنتا للبرميل. كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 32% ليصل الإجمالي فيها إلى 78 دولار و75 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 21% لتصل القيمة إلى 2.47 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.17% لتسجل 2.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاع في طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى في 10 أشهر. ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بنحو 13242 ألف طلب خلال الأسبوع الأول من يونيو، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ أغسطس الماضي. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع ميرنا وحكمة. شكرا لك مصطفى.